طب بعد هذه المقدمة نقول اتفقت المذاهب المدموعة على أنه يستحب أن تكون الصدقة بالفاضل عن كفايته وعن كفاية من يمونه، وأنه إن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم. لو أنا عندي $1,000 لا تكفي إلا الحاجات الأساسية لأولادي، يبقى الصدقة منها لا تجوز، لأن الصدقة خارج هذا نافلة، وإعاشتي لأولادي فريضة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا كانت مواردي لا تكفي إلا بالضروريات والحاجات الأساسية لمن أعول، يبقى لا تجوز الصدقة خارج هذا الإطار، لأن الصدقة في الخارج نافلة، وإعاشة الأهل والأولاد فريضة، ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة.